ومعانا اتصال استاذه ريم مقدمه برنامج روما شو. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا استاذه ريم؟ اهلا بك يا استاذه صابرين، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه وبخير يا حبيبتي دايما وفي نظرك. الله يبارك فيك. عامله ايه بقى في العيد؟ عملتي ايه في العيد؟ فسحتي فين ولا رحتي فين؟ نايمة على فكره، معظم الناس يا عيني سبحان الله. اصبح عليكم وعيد عليكم حبيبتي. لسه بقى هبتدي يومي، بقى اكل تحت وبسكويت واعمل كل الروتين الجميل اللي في العيد ده. ما شاء الله. انا حبيت بس من خلال برنامجك ان انا اهنيكم بالعيد وكل العاملين في الصحه والجمال حبيبتي، واستاذ نصر الشاهد، استاذ محمد الشاهد، وكل الناس الجمال اللي شغالين في الصحه والجمال. ما شاء الله. وانا دايما بيساعدونا ان احنا نطلع افضل حاجه عندنا. والله قناه رائعه، وان شاء الله تكونوا في احسن يعني انا بتشرف جدا ان انا طب هتعملي ايه في الفتره الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله انا برنامجي الجميل ما شاء الله، بس حابه ان انا اقدمه بشكل جديد، حابه ان انا شويه اخلي البرنامج ياخد اللاين اللي هو الخادم، يعني عايزه اعمل حاجه تخدم الناس اكتر. ايوه ما شاء الله. ان شاء الله هتشوفوا البرنامج الفتره الجايه بشكل جديد ما شاء الله، وهحاول ان انا بقدر الامكان تقدم يا رب وازدهار والى الامام. حبيبتي معلش ما سامعاكي بتقولي ايه يا جميل؟ بقول لك في الازدهار دايما يا رب وتقدم ان شاء الله. حبيبتي تسلمي لي، ودايما انت منوره الشاشه وناجحه وجميله، ويا رب يا رب كل الامه الاسلاميه تبقى دايما سعيد، مش بس في الايام دي. امين يا رب. وننتهي كل من الامه الاسلاميه يعني كل مكان ان شاء الله، البيئه اللي احنا فيها والكورونا دي بقى تمشي. أيوة. عشان احنا خلاص تعبنا بجد. والله ربنا يرفع عنا شر المرض جميعا. ونشكر حضرتك يا استاذه ريم، وان شاء الله هتكوني معانا في حلقه كده واحنا بنعمل اللي انت عايزاه، اللي نفسك فيها هنعمله لك حبيبتي.